سر غياب عادل إمام. رغم غيابه عن الدراما الرمضانية السنة دي وعدم تواجده ضمن أفلام شباك التذاكر في السنين الأخيرة، إلا أن اسم الزعيم عادل إمام ما بيغيبش أبداً عن الأخبار. فالزعيم اللي طلع آخر مرة على جمهوره في مسلسل فالنتينو في رمضان 2020 حاضر بقوة بالأخبار والترند. سيادة القاضي، أنا اتجوزت على الست دي مرة واثنين وثلاثة. فهو بالرغم من بعده عن اللقاءات الإعلامية وحتى لما بيتعلق الموضوع بالظهور في المناسبات الرسمية فقليل ما بنشوفه، بس عناوين الصحافة ما بتخلاش من التساؤلات والتخمينات حوالين أعماله، صحته وحياته بشكل عام. أنا كده اطمنت على مستقبل البلد كخيط. فخلال السنة اللي فاتت اتصدر اسم عادل إمام الترند في أكتر من مناسبة، خصوصا مع عرض مسرحيته بادي جارد لأول مرة برا خشبة المسرح عبر منصة شاهد، وكمان لما بدأ عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان لأول مرة من ساعة عرضها من 47 سنة. ومرة تانية رجع اسم عادل إمام للصدارة في مايو 2021 بعد ما تناقلت عدة مصادر خبر قديم بيشير لحجم ثروته اللي تجاوز 100 مليون دولار. وفي نفس الفترة انتشرت صورة للزعيم وهو ظاهر بدقن بيضة مع ابنه محمد إمام ضجت بيها السوشيال ميديا، بس بسرعة اكتشفوا الناس انها صورة مركبة وان الصورة الحقيقية واللي بيظهر فيها من غير ده كانت سنة 2018. وخلال الفترة دي كلها عادل إمام اقتصرت إطلالاته على بعض المواضيع على مواقع التواصل من خلال صفحته على إنستغرام، فهو بيعايد الجمهور من وقت للتاني بالأعياد الرسمية، أما في رحيل زملائه فبيشارك صور ليه معاهم وبيودعهم بكلمات من القلب زي ما ودع وحيد حامد، محمود ياسين ورجاء الجداوي. بس رحيل رفيق دربه سمير غانم اكيد كان ألمه مختلف بالنسبه للزعيم، فببوست على انستغرام عادل امام كان نشر صورتين ليه مع الراحل بيفصل بينهم سنوات طويله، وكتب كلمات اثرت في كل اللي قراها: مع السلامه يا سمير، مع السلامه يا حبيبي، هتوحشني قوي. قضيتك ايه؟ ما ترد يا انت، مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بوق؟ طب افتح. مش فات، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. اما اخر حاجه شاركها مع جمهوره عبر السوشيال ميديا كان صوره جمعته مع ابنه رامي والراحله دلال عبد العزيز نعاها من خلالها وكتب: ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها واهلها. انت مريب قوي اليومين دول، وبعدين بقيت بتغطس كتير قوي، ما بقتش فهماك. انا بكرة تعرف أنا بعمل إيه. وحالة الحزن اللي أحاطت بأهل الفن في مصر والعالم العربي بعد رحيل قامات فنية كتيرة في الفترة الأخيرة هي اللي تسببت بانتشار شائعات حوالين الحالة النفسية والصحية للزعيم، خصوصا إن شائعات المرض دايما بتلاحقه. ففي الأسابيع اللي فاتت أخبار انتشرت عن انعزاله في منزله في الساحل الشمالي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا وبأنه مريض، بس أشيع بعدها إن اللي تم نقله عن المواضيع دي فيها مبالغة كتير، حتى إن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي نفى إصابة الزعيم بالفيروس وأكد إنه بصحة جيدة. أما عصام إمام أخو عادل إمام فنفى اللي تردد وعبر عن غضبه من الإشاعات الكتيرة اللي بتطال أخوه وقال: أنا مش فاهم بجد الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ هو أنتوا ليه مستعجلين عليه؟ كل شوية شائعات مرض وتعب. ومصادر مقربة لإي تي بالعربي أكدت لنا إن الزعيم فعلاً في الساحل الشمالي، بس بيقضي أجازته هناك واستعيلته ومش صح إطلاقاً عن مروره بأي عارض صحي.